أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية لنحكي عن الحرف اليدوية. أكيد نور، الحرف اليدوية السورية يلي هي جزء كتير مهم من حياتنا ومن تراثنا، ورغم كتير من التطورات التكنولوجية ورغم الظروف المحيطة إلا أنه هي عم تواكب العصر بوجود حرفيين سوريين مبدعين عم يشتغلوا نور وعم يعطوا من كل قلبهم لحتى يعني يطلعوا بأفضل النتائج وينقلوا كمان تجاربهم للأجيال الجديدة. أكيد هايدي، يمكن عبر سنوات ضمن رحلاتنا الصباحية سلطنا الضوء على أهمية الحفاظ على الحرف التراثية. اليوم رغم كل الظروف يمكن والآثار الحرب الكبيرة على بلدنا، لكن للأمانة كان لهم دور كبير للحرفيين بالحفاظ على الحرف السورية. اليوم رح نحكي عن حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية، أهميتها وأنشطتها بالحفاظ على الحرف التراثية السورية وتوريثها للأجيال القادمة. معنا أمين سر مدربين حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية عدنان تنبكجي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك وانت بألف خير يا رب. اليوم عم نحكي عن الحرف السورية باعتبارها قوة اقتصادية فعالة بالمجتمع وإرث حضاري لابد أنه نحن نتمسك فيه. خلينا بالبداية نعرف من حضرتك شو الجديد اليوم بحاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. الحقيقة الجديد أنه نحن عم نرحب بأصدقائنا والحرفيين تبعت كيس ليمانية اللي اجوا لعنا، ومن وجه التحية للسيد وزير السياحة الاهتمام كبير بموضوع أصدقائنا الحرفيين اللي اجوا على حاضنة دمر بمتابعة الأمكنة الخاصة بهم بتليق فيهم، ووعود كبير الحمد لله أنه ناخد كحاضنة دمر بمعظم المناطق. هي أول شيء هدف استراتيجي سياحي، صارت مقصد سياحي لكل البلد، أي ضيوف بيجوا على البلد إنه هي الحاضنة صارت مركز استراتيجي سياحي. وثاني شيء إحنا إنه صارنا في دعم مطلق من وزارة السياحة على إنه نصير نشارك بالمعارض الخارجية حتى بالمعارض الدولية بالفنادق الفايف ستار، كمان إحنا إن شاء الله في إلنا وجود. وفي عنا تطور مستمر مثل ما تفضلتي حضرتك على انه ندعم هي الحرف اليدويه ونحافظ على التاريخ المجيد اللي تركوا لنا ابائنا واجدادنا من خلال التعليم. هي نقطة مهمة. التعليم قائم وعلى طول عم بيجينا الحمد لله دورات متتاليه بكل ما يخص الحرف اليدويه، وعنا دعم الحمد لله من وزارة الاقتصاد. نتمنى الدعم بجميع الجهات، يعني دائما انتم شريك ضمن رحلتنا الصباحية جميع الحرفيين السوريين تماماً. لانه للأمانة بدنا نوجه تحية لكل حرفي سوري اليوم بأيام بالبلد عم يشتغل ضمن الظروف والامكانيات، لانه بنعرف خلال سنوات الحرب كان في استهداف لهي الحرف واستدراجها من بعض الدول، شفنا فعليا اكيد. فاليوم في اهميه كبيره اليوم لحاضنة دمر المركزيه. لما نشوف دعم اليوم لها ونتمنى الدعم الاكبر، يعني عم تقول المشاركه بمهرجانات خارجيه، بنعرف كنتوا اساسا تشاركوا بهي المهرجانات على تكلفتكم الشخصيه. هلا كمان عندنا نوافذ من وزاره الاقتصاد، هذا بدنا نحكي عن هي الجزئيه، هي الجزئيه بدنا نحكي عنها واهميه اليوم استثمار حاضنة دمر المركزية للحرفيين. نعرف الحرفيين تنقلوا من أماكن عديدة أكيد. بسبب ظروف الحرب، وهي نقطة مهمة لما نشوف تكون حاضنة للحرفيين يكون له مركز أساسي، ما عاد نشوف هيدا التنقل بشكل دائم. هلا أول التنقل كلياتنا نعرف أنه في ترميم لهذا واقع ما فينا ننكره للكيس سليمانية، ونحن رحبنا فيهم لأنه هذا المكان فعلا أول شيء أكبر وثاني شيء نحن بيزيد الابداع يعني متعاون مع بعضنا البعض بنفيدهم وبفيدونا. المكان هو الصح، هو حاضنة دمر المركزيه، وفي تطور بدمج الحرف. تعرفي اليوم مثل ما تفضلتي حضرتك انه اليوم في تكنولوجيا في تطور، نحن بنحافظ على الخطوط التراثيه ومن عاصر ومنتابع ومنطور هاي الحرف بشيء ما يمس تراثنا السوري. تمام. خلينا نحكي اكثر عن اهميه التشبيك اليوم مع الجهات والوزارات المسؤوله. نعم احنا الحقيقه شركائنا وزاره الاقتصاد يعني مثل ما حكيت على انه عم يدعمونا. هلا في عندنا نافذه ان شاء الله بتتوثق وبصير بدبي، بتعرفي دبي منطقه عالميه استراتيجيه ومقصد لكل دول العالم، لذلك اذا صار انه هنيك مكان خاص للحرف اليدويه وبالمقابل معطيهم مكان بحاضنه الدمر للتراث السوري التراث الاماراتي، يعني في تبادل. والدعم الكبير كمان عم يكون من القيادة المركزية لأنه الإشراف العام عم يكون عليها عن طريقهم، وفي متابعة يعني نحن حتى هلأ في عنا جديد إذا بتسمحوا لي نوه على بجامعة دمشق تحت رعاية السيد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، تقيم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب
لاحظي التعاون مع مين انت واتحاد الناشرين السوريين والاتحاد العام للحرفيين، مؤتمر اليوم العلمي الاول لكلية آداب. نحن طبعا بسبب مرور 100 عام على تأسيس جامعة دمشق، من وجه التحية للدكتور عمار النهار والدكتور خالد فياض اللي القائمين على هذا العمل. نحن سبق وعملنا بكلية الآداب مهرجان رائع عطى أصدقاء مو بس لسوريا لكثير، لأنه كان في أصدقاء، كان في سفراء، وفي عنا من العراق الشقيق، وفي عنا من لبنان، وفي من الأردن، كثير إجانا ناس بهذا المعرض اللي صار في حوارات بين الطبقة المثقفة العلمية العالية، دكاترة الجامعة والطلاب وبين الحرفيين، ومن خلاله اتطور الموضوع على أنه كمان هلأ باثنين الشهر الساعة 10 صباحا رح يكون بكلية الآداب هذا المهرجان الرائع، في ندوات علمية وفي عنا معرض رح يكون على أعلى المستويات. طيب أستاذ عدنان، خلينا نحكي بما أنك أمير سر المدربين بحاملون الدمر المركزية للفنون الحرفية، أهمية اليوم الفنون الحرفية للحفاظ على هيدا الموروث الثقافي التراثي السوري. الحقيقة أول شيء هي دعم للاقتصاد السوري. ثاني شيء عم نحن بتعرفوا، أنا حكيت أكثر مرة أنه بسوريا انطلقت الحضارات، يعني احنا ما عندنا حضاره ولا تنتين، عندنا عشرات الحضارات مرت بسوريا، ونحن اهل لهذا الموضوع، واي معرض خارجي وقت بيكون في سوريين عم يكون المعرض ناجح، يعني نحن بيلبق لنا هذا العز وهي المقامات الكبيره بهي الحرف اليدويه، وكمان في عندنا دخل اقتصادي بهي الظروف الصعبه لاي عائله بيكون فيها حرفي، يعني اليوم الحرفي عم يدعم العائله تبعه، تصوري عائله بيكون فيها الموظفين بسطاء ودخلهم بسيط جدا، بيكون عندهم شاب أو صبية، اليوم ما في فرق بين الشاب والصبية بهذا الموضوع، لأنه عم يدخلوا دخل اقتصادي يعني بيدعم الأسرة، لذلك احنا بننوه على كل صبية وكل شاب عندهم هيك إلمام وحب هاي الحرف، لأنه ما حدا بيستغني عن الحرف اليدوية وموجودة بكل مكان بالعالم. طب ضمن حاضنة دمر كيف عم تكون هاي الدورات التدريبية والحرف اليدوية للشباب والصبايا؟ تماما، يعني احنا بإشراف الاتحاد العام للحرفيين استاذ ناجي حضور، استاذ لؤي شوكو، في دعم مطلق على طول، تشجيع لهي الدورات. يعني احنا ما عم ننطر 20 و30 شخص ليجوا لنفتح لهم دوره، تصوري 10 اشخاص احيانا 8 اشخاص بنفتح لهم دوره بما يخص الحرفه اللي هن بيحبوها، حتى البيك اب والموضوع قص الشعر النسائي والرجالي، في عنا النحاسيات، في عنا استخراج زيوت العطريه، في عنا الطرق على النحاس، والنحاس له مخارج وله محاور كثيره، كمان الخشبيات، الصدف، الالات الموسيقيه كلها موجودة بحاضنة دمار من خلال شاشتكم الكريمة اللي انتم على طول داعميننا، ما بتقصروا معنا ابدا لا بالمعارض ولا بالتقدم تبع الحاضنة. بندعي كل واحد حابب يتابع او بيبعت ابنه يعني على انه يتعلم بهي الحاضنة المركزية، بنشجع اول شيء بياخذ شهادة، ثاني شيء اذا كان شاطر وعنده كفاءة عالية نحن عم نعمل له فرصة عمل، يعني بضل عنا فرص العمل المبتدئ وبيتطور. بما انه كنت عم تحكي عن النحاس وحضرتك اليوم شيخ كار فنون نحاسيه وتشكيليه، خلينا نحكي اكثر عن هي الصناعه، كيف كانت بداياتك معها؟ نحن بنعرف انه صعب وغالي اليوم النحاس، خلينا نستعرض الشغلات اليوم موجوده بجايبه حضرتك نحكي عنها اكثر. صحيح هو في غلاء، يعني بس الغلاء ما عم يجي على ماده النحاس حصرا، يعني الغلاء اليوم عم يكون وين ما رحتي اي قطعه اليوم، حتى الثياب في عنا الغلاء، بس الناس تعودت على هو تضخم الاسعار، وفي ناس ما بتستغني عن النحاس ابدا، ما النحاس بس في قياسات، يعني هلا حتى يمكن القياسات بتلعب دور، لما اقول انا بما يتعلق النحاس والتكلفه كمان ممكن انتم بتراعوا الظروف بحسب القطع، يعني قياس. سالتي السؤال وجاوبتيه، هي المرايه بايدك، انا عامل منها مترين يعني انا من كثر ما نجحت معي هي المرايه بتخوص او زخارفها النباتيه صاروا يسموني ابو مرايه وراح اسمي من الموضوع. ساويتها بكل اشكالها من الاحجام الصغيره مثل ما قلتي حضرتك للناس اللي بتحب النحاس وما عندها قدره انه تاخذ قطعه كبيره. ساوينا كمان ايقونات صمديات هذا بما يخص موضوع الطقوس الرمضانية والعيد، كل عام وانتم بخير، العام الميلادي والجامع وذكر القرآن كيف عم يكون بخصوص شهر رمضان بهي الأيقونة، كثير عليها إقبال كان، وفي عنا الشمعدانات، اللمبديرات، التريات، والحقيقة في تطور بموضوع الألوان، يعني اليوم النحاس ما له محصول بلون واحد، حسب الطلب عم نساوي بما يقارب 12 لون. كمان في عنا الدمج، هلا هي الساعة إذا بتسمحوا لي أكيد أحكي لكم عنها، هلا طبعا هي الساعة ما لها تراثنا، لكن أنا دمجت موضوع تراثنا بهي القطع النحاسية، هي دبل فيس، يعني إذا في ممر
للذهاب والإياب بيكون شايف، أو إذا واحد عنده مثلا ابنه بمكان برات سوريا التوقيت تبعه مختلف بيطلع على هذا المكان بيعير الساعة إنه بالمكان اللي موجود فيه ابنه أو بنته أو صديق أو قريب، والمكان الثاني اللي هي الساعة بالبلد اللي هو قاعد فيه، يعني لا بأس فيها وعليها إقبال. عم نحكي عن لون الالوان النحاس كمان. تماما. هذا اللي حضرتك موجود معي نحاس ملبس فضه. فينا نلبس نحاس فضه. هي القطعه اللي قدامك كمان الكاس البرونزي وهي كمان شو تمام هذا مبخره طرق يدوي كمان من النحاس كمان. ملبسه محلول الذهب. كثير فينا نحط النحاس على لونه. هي الكاسه اذا بتشوفيها باذني هي ملبسه فضه، ومن فوق هي الكاسه كمان زخارف نباتيه ملبسه كمان البلاتينيوم. اكيد يعني حضرتك كمان انت اليوم عضو بالبيت الدمشقي، كان في مبادرات تراثيه بشهر رمضان، شو الانشطه يلي قمت فيها؟ والله بيت التراث الدمشقي كمان انا عضو فعال الحمد لله هنيك، وهلا انت ناشط في جميع كل ما يعني الحرفيين. تصوري احدى الفعاليات اللي عملناها بحمام تراثي حمام الورد بسوق ساروجا اجانا 11 محطه داخليه وخارجيه، غطوا فعاليه الحقيقه راقيه جدا ورائعه، ذكرتنا بالتراث وبالعادات والتقاليد، حكينا عن الامثال الشعبيه، حكينا عن التراث السوري بما يخص الحكواتي، موضوع الميلويه، موضوع الطقوس اللي كنا نعيشها قديمه، صرنا ننوه على العادات والتقاليد المجديه اللي انه لازم نتابعها. من موضوع الامثال، وكل مثل كان ينحكى بالشام له قصه، يعني احنا صرنا نتابعه انه ما اجى هذا المثل عن عباس، هذا نتيجه قصه، وصرنا نشرح عن كثير من الامثال، حتى حكينا اطرقنا على موضوع اذا بتسمحوا لي بوسه الايد، كان القامات الكبيره يعني بيجوا الاطفال حتى الشاب المتزوج بيجي ببوس ايد ابوه ويقيس ايد امه، هذا مو عيب، هي عادات وتقاليد نحن بنرفع راسنا فيها، بينحني قدام ابوه او قدام امه اللي ربته وعلمته وساوته قامه كبيره، ولو كان طبيب ولو كان مدير بينزل بينحني امه وبيبوس ايده اليوم في عنا بعض الناس بيبعدوا عن هذا الموضوع، وانه بخلي الابن بينادي له ما بيقول له بابا بينادي له باسمه، هذا يعني انا بصراحه ما بحبه، وبتمنى انه نرجع على القيم والمبادئ أكيد. والعادات والتقاليد اللي احنا تربينا طيب. وعشنا عليها. استاذ عدنان خلينا نحكي الانشطه القادمه، عشو عم تحضروا اليوم؟ اكيد في جدول لعدد من الاعمال الحرفيين ضمن حاضن الدمار. الحقيقه هلا احنا عم نعرض من هي على موضوع المعرض الكبير اللي حيكون بكليه الاداب باثنين الشهر، وبدعي كل اللي عم يسمعونا وخاصه الصبايا اللي بيحبوا هاي الحرف اليدويه، هذا الملتقى رح يكون فيه ندوات وشرح عنا كثير من بما يخص الحرف اليدويه وحتى الندوات العلميه، وفي عنا معرض اعمار سوريا كمان رح يصير بعد 10 ايام. إذا تسمحوا لي أنا أحكي عن شيء خاص فيني باسم حاضنة الدمر المركزية واتحاد العام للحرفيين، عم ساوي شطرنج أول مرة بنوه عنه بثلاث لاعبين، أنا أخذت جائزة الإبداع بسنة 22 على الشطرنج من النحاس مع زخارف نباتية ملبس محلول الذهب، اليوم طورت، يعني اليوم الحرفي السوري وقت بياخذ أو في مين يقول له شكراً على هذا العمل ما بينام الليل لينجز عمل ثاني على طول، وأنا واحد من الناس وقت أخذت هي جائزة الإبداع كرمني الاستاذ ناجي حدوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين واستاذ لؤي شكو، عم طور هذا العمل لساوي عمل عالمي، انا فيني اقول عالمي وعن كلامي، من ثلاث لعيبه بيكونوا بهذا الشطرنج مع بعض وثلاث كراسي ملكيات ملبسين ذهب اونصا وزخارف نباتيه على الداير، وموضوع البروكار المنجدين بماده البروكار اللي كمان احنا هذا تاريخنا بدنا نحييه، انه البروكار بتعرفوا كل دول العالم وكل سيدات الاعمال والملكه اليزابيث كلهم بيحبوا هذا البروكار، وخاصه ذات الطابع اللي هي فيه سبع الوان وبيدخل معه الحرير. رغيد خلينا نحكي اكثر على الاشياء المشغوليه هون، يعني عم نشوف ابداع، عم نشوف تعب مبذول كثير وجهود، خلينا نحكي هدول الاشياء الموجودين هون عن اليه الصنع، عن المراحل، عن الصعوبات اللي ممكن تواجهكم اليوم في هون. الحرفي الشاطر السوري ما عنده صعوبات، والحرفي ما لازم يكون فقير،
لانه ايديك ممكن تحتاجوا مواد معينه تماماً. او تحتاجوا دعم في مواد اوليه احيانا في شحفيه كمان احنا تعودنا انه نلاقي البديل. هلا هذا مثلا اختراع جديد من ماده البازلت، بتعرفوا السويداء اخواننا شاطرين وعندهم كثير هذا الحجر متوفر. صحيح. انا عملته بماده البازلت وحطينا له قاعده خشبيه تجانست مع اللون تماما تبع الحجر، وعملنا القص كله عم يكون يدوي، طبعا هذا كله تفريغ يدوي. ونزلنا خيوط نحاسيه على هذا العود الدمشقي، دمجنا كمان نزلنا موضوع المينا اللي حطينا الوان الطيف، الوان هاللي الفريش هاللي بتسحب، هو يختلف الوانه اساسا يعني عم نشوف عبر الشاشه الالوان مختلفه، وكمان وانا عم بشوف لون حجر نماذج بالالات الموسيقيه، وخاصه العود الدمشقي له طابع خاص بينطلب في كثير دول اجنبيه بتطلب معنا العود بس ما بيعرفوا يعزفوا عليه، لكن وقت عم يسمعوه واحنا وقت نطلع معرض خارجي بنحط الدقات اللي خاصه بالعود القديم، وخاصه دقه ستي المشهوره. يعني احنا وطلعنا على روسيا ونزلنا هذا المقطع الموسيقي صاروا بروسيا يطلعوا ويرقصوا بالرقصات العربيه اللي هن ما كثير عندهم خبره فيها، بيواكبونا مع هذا الطقوس الحلوه. وبالنسبه للشمعدانات، الشمعدانات كمان احنا عندنا بحر، ممكن يكون ثلاثي رباعي خماسي، مقاسات كثير مختلفه. الساعه شرحت لكم عنها، الايقونات عم تكون كمان كل شيء بخص بلدنا وتراثنا لكل المحافظات، ايقونات صغيره او حسب القياس. بس لما تقول ضمن حديثك استاذ عدنان انه الحرفي الشاطر يمكن بيستغل كل الظروف ليقدر يعمل قطعه حرفيه مختلفه، وهذا اللي ترجمته ضمن هي القطعه، لما نقول في شح ببعض المواد لا بتخلقوا مواد من اول جديد تماماً. حجر البازلت لكن بتحفه فنيه تراثيه مختلفه، صحيح؟ اكيد تماما. احنا انا بوجه تحيه لطاقم العمل تبعي، انا بالنسبه لي لحالي ما بعتبر حالي انا ناجح الا بوجود فريقي، فريقي اللي مكون من 10 اشخاص ان شاء الله هيك بوجه لهم تحيه، وكل واحد كمان من اصدقائنا الحرفيين وشيوخ الكار بتمنى انه يكونوا مجموعه، لانه اليوم التكاتف كثير حلو وبانجز، والحرف مطلوبة. وقد ما كان تضخم وارتفاع بالأسعار كمان في عنا هامش ربحي جيد، اليوم الشيخ الكار بده يكون محافظ على الاسم، والتسويق مهم اليوم لما نقول المشاركة المهرجانات خارجية تسويق للقطع يعمل فرق. أكيد 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 اليوم التسويق بيلعب دور. احنا تضخم الأسعار بالنسبة لهون حيكون غالي، بينما لبرات سوريا عم يكون أرخص من أو بدنا نتشكرك كثير عدنان تنبكجي امين سر مدربين حاضنه الدمر المركزيه للفنون الحرفيه، اهلا وسهلا ونورتنا. الشكر لكم يعطيكم العافيه. شكرا لك وتحيه لكل الحرفيين العاملين في حاضنه دمر، لكل حرفي سوري يمكن موجود اليوم عم يتحدى كل الظروف، شكرا كثير لك. يعطيكم العافيه، شكرا.